الصحي النهارده يوم مهم، لان بنتكلم على حل جديد لحمايه المرضى المصابين بتصلب الشرايين. تصلب الشرايين مرض خطير جدا، وساعات بنسميه القاتل الصامت، واللي بيه بنحاول، واللي تقريبا ما فيش اسره في مصر ما عندهاش مريض اصيب قبل كده بتصلب الشرايين. النهارده في كيانين مهمين جدا، شركه نوفارتس للادويه، الشركه الرائده في صناعه الادويه في مصر، وكمان عندنا كيان مجموعه مستشفيات كيلوباترا. الكيانين دول بيتضافروا مع بعض علشان حمايه المريض المصاب بتصلب الشرايين. بالنسبه لمصر الحقيقه لو اتكلمنا عليه فان هو مسؤول عن 46% من الوفيات المصريين، وده بيبقى ضعف الكمية المرضى اللي بيتوفوا من السرطان. لو قلنا السرطان بيوفي 10 مليون في السنة من السرطان، المرضى بتوع أمراض تصلب الشرايين بيتوفى منهم 18 مليون في السنة. مجموعة مستشفيات كيلوباترا هي أكبر مجموعة طبية موجودة في القاهرة الكبرى. المجموعة عملت شيء مهم جدا ان احنا حولنا ادارة المستشفيات من انها قطاع خاص فقط الى انها بقت نظام بيشمل الحوكمة، وبقى نظام مؤسسي متكامل. فهذا النظام المؤسسي المتكامل خلانا ان احنا عندنا بيانات متكاملة ومدققة على حوالي قرابة المليون مريض من اللي بيسخوا في هذه المجموعة وبيتعاملوا معها. من هذا المنطلق عندنا برنامج تطور رقمي عالي جدا بيتيح لنا ادق البيانات عن ازاي نقدر نتداخل مع المريض بطريقه تديله احسن سبل للعلاج. مجموعه نوفارتس هي المجموعه الرائده وكبرى شركات الدواء في العالم مش بس في مصر، ومن هذا المنطلق بما ان هدفنا الاساسي هو تطور حياه المريض فالتقط الاهداف بيننا وبين نوفارتس. الاتفاقيه اللي احنا بنعملها النهارده فيها اربع محاور مهمين جدا. المحور الاول للاتفاقيه هو زياده الوعي عند المريض المصري حوالين امراض القلب وتصلب الشرايين، وده بيساعدنا في ان احنا نقدر نشخص المرض بدري وبالتالي يتم التعامل معاه بشكل افضل بكتير. الجزء الثاني المهم في الاتفاقيه هو الجزء المرتبط بالجهاز الطبي والتعليم الطبي المستمر. الجزء الثالث هو جزء التحول الرقمي، وزي ما انت شايف النهارده في مصر ان في مجالات كتير جدا الدوله والقطاع الخاص بيسعوا فيها الى التحول الرقمي والاستفاده منه، والحقيقه احنا كشركه الادويه الاكبر في مصر وبالتعاون مع مستشفيات كليوباترا اللي عندهم انفراستراكشر بنيه تحتيه جيده جدا في هذا الصدد، احنا شايفين ان احنا نقدر نتكامل مع بعض جدا علشان نقدر نوصل برحله مريض القلب وتصلب الشرايين لافضل ما يمكن الوصول اليه. المحور الرابع والاخير هو بناء قاعده بيانات لمرضى القلب وتصلب الشرايين.